بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم ارفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء. رمضان والشكر. أنبأنا الله عز وجل بأن الشكر من صفات النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة، إلى أن قال: شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح شيخ الأنبياء: إنه كان عبدا شكورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: لما تفعل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنه مقام سامق ترنو إليه قلوب الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا عز وجل أنعم علينا بالنعم التي لا نحصيها عددا، فقال في أي القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن في الوقت نفسه أنبأنا بأن القليل فقط من الشاكرين، وقال في أي القرآن: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ربي سبحانه عز وجل فين يعني الشكر إخبر غيد باللي الأنبياء أكوذ المرسلين سعن الصفة يجي صفة الشكر. حمدنا ربي سبحانه، شكرنا ربي سبحانه. في إبراهيم الخليل ربي سبحانه يناد شاكرا لأنعمه. في سيدنا نوح أمغى الأنبياء يناد إنه كان عبدا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام يتظل يخدم قيام الليل المستنى أمنا عائشة رضي الله عنها ثنيا سمكة تخدم ترفض أكثر تزمر فيه، يعني حتى تفطرت قدمه، يعني المي شلف خناك نظارنيس ذا شو ذا سينا ينس. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفغذ يوض الدرجة يجي درجة أعلين سوطاس. وربي سبحانه ذا غيخبر غيد يناد باللي غس النعم إفكاد النعم إذ خلقيت سوطاس دين ولي الزميرة يحسب ومذان يناد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن يناد قليل في شكرا شحال قمذانا تعيشين تذيرن ذي النعم من ربي سبحانه، ولكن أكا غفلا وتسمحين ربي سبحانه وتحمدا وتشكيرا ذي نميغدينا. وقليل من عبادي الشكور. ولكي يغرس فينا الشكر علمنا الله عز وجل وأنبأنا بأنه سيجزي الشاكرين بالأجر الوفير. ربنا عز وجل يرزقنا بالنعم، فإذا كنا من الشاكرين ضمن لنا دوام النعم، بل بارك في تلك النعم لقوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين ولئن شكرتم لأزيدنكم. ربي سبحانه باش هذه الظل قولون النغ لحملة من الشكر إن يغيد وين إشكرنا ربي سبحانه النعمة إذا سديفك أتذوم وتنرني ولئن شكرتم لأزيدنكم. وين إشكرنا ربي يسعى لجر أثي جزي ربي ضربي دي وعذن الوعد ينسد الحق إن دو سيجزي الله الشاكرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسلم ذا غذي الظليث باش نغفل لا غفل الحمد نسيدي ربي في الشكر نسيدي ربي عند الرفع من الركوع عدنيني سمع الله لمن حمده. هذا تدريب في كل ركعة
علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم لكي نتذكر النعم ونشكر المنعم جل جلاله. نقول في كل ركعة عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم نقول ربنا ولك الحمد، تدريب عملي مستمر في كل ركعة من أجل أن نرقى إلى هذا المستوى، إلى مستوى الشاكرين الحامدين. هناك قواعد معينة لا بد أن نطبقها. القاعدة الأولى الاعتراف بالنعم. إلا قن استعرفك سنعم يغدي فيك ربي سبحانه عز وجل، إلا قن حلف السيسنت تقول القاعدة ثم زوروث. والقاعدة الثانية شكر المنعم جل جلاله، يعني أمذان إلى قد يشكر ربي سبحانه يكون في النعم سديفكا، أما ذي نعمة الإسلام، أما ذي نعمة الزمرة، أما ذي نعمة يكون نعمة العافية اللي هنا يكون نعمة يغديفكا ربي سبحانه. وإلى قار نغفل إلى قا نحمد ربي سبحانه خطر ذنسي غديفكا النعم أما كدننا إوعذا الذمنت وذنرنينت. القاعدة الثالثة الحديث عن النعم، وأما بنعمة ربك فحدث، لكي نذكر الناس الذين أنعم الله عليهم بهذه النعم ليكونوا هم أيضا من الشاكرين. مردنيني أنا هضر في النعم يغدي في كربي ربي سبحانه ثم زور ثم كدنا نسى على جرث السنات باش هذا نسمحتي وقاد يغفلن أتفضها ثيوان إفكاس ربي تزمرت ما شاء الله، ولكن نري يحمي ذرا ربي لفذا يسخط لفذا يتقلق لفذا يقرص ويدي فكارا ويدي مكثرا، ولكن ما يتوالي مدني حمدنا ربي سبحانه نتسانا دي مكثي وري غفلارا أسيني عجبا ولذن كين يرزقي ربي سني عن بشذيلي من الشاكرين. والقاعدة الرابعة استعمال النعم فيما يرضي المنعم جل جلاله. إذا كان الإنسان أعطى ربي سبحانه الصحة يستعمل الصحة نتاعو فيما يرضي الله، إذا أعطى ربي المال ينفق هذا المال ويستعمله فيما يرضي الله ولا يغضبه استعمال النعم فيما يرضي المنعم جل جلاله. أو ربي القاعدة في صربعة أنسخدم النعم يغضي فيك ربي ذو قوينك حمل ربي ماشي ذو قوينك كراه. أكا ما نخدم نطبق القواعد دي ربي سبحانه أذغ ديرنو سن يعمينس خطر الخزينيس وركفونت ورحفونت جاون ثلويث أرثيم ليليث. سلام ربي في اللون.